احتجت الجنة والنار. النار تفتخر فتقول في الجبارون والمتكبرون، وتأتي الجنة فتقول لها في ضعفاء الناس ومساكينهم. فحكم الجبار بينهما فقال: أنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، وأنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. ولما وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم على باب على الجسر الموصل إلى جهنم عياذا بالله، أخبرنا أن أكثر من دخل النار المتكبرون، وأن أكثر من دخل الجنة مساكين الناس، وفي رواية في الجنة أكثر من دخلها المساكين، وأكثر من دخل النار النساء في رواية للحديث.